ولتسليط الضوء على ملف انتشار ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث العراقي بهاء خليل. حياكم الله أستاذ بهاء. السلام حضرتك. أهلا بك أستاذ بهاء. بداية، يعني لجنة مكافحة المخدرات تقول إن المخدرات المكتشفة في مدينة كركوك كافية لجعل نصف العراقيين مدمنين، يعني لمصلحة من يجري إغراق العراق بهذه المادة، مادة المخدرات؟ نعم، تحياتي لحضرتك وإلى جمهور قناة الرافدين. بالحقيقة المخدرات تعتبر واحد من الأسلحة القوية التي استخدمتها إيران ما بعد 2003 ضد العراق، بغض النظر وبالإضافة إلى الميليشيات التي بدأت بتشكيلها ما بعد 2003 من أجل إضعاف العراق إلى أبعد مستوى من أجل سهولة السيطرة عليه. نشر المخدرات يمثل بالنسبة لإيران أداة مهمة من أدواتها التي بثت سموها في المنطقة بصورة عامة، ليس فقط في العراق، لكن بسبب الطبيعة الجغرافية وحدود العراق اللي تتجاوز أكثر من 1200 كيلومتر وعديد المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الميليشيات، أصبح من السهولة بكثير يعني نقل هذه المخدرات من إيران إلى العراق بحماية الميليشيات وبمعية الميليشيات من أجل إغراقها لعدة أهداف تريدها إيران، ولا قد يكون هو إضعاف المجتمع وتفكيك المجتمع العراقي للمخدرات من تأثير على عقول الشباب اللي هم الشريحة الأكبر في العراق حسب إحصائيات وزارة التخطيط. فاستهداف الشباب بهذا المنتج الخطر يضعف من حالة تماسك المجتمع، يضعف المجتمع من الأساس، يعني من العائلة وإلى ما هو فوق، أيضا يزيد من يعني نسبة تأثير هذه الميليشيات وإيران على الشباب العراقي بعد إدمانه للمخدرات أو بعد تعاطي المخدرات من أجل سهولة غرس أفكارهم وتجنيد هؤلاء الشباب من أجل استخدامهم كوقود لحروب ومعارك وتصفيات سياسية لإيران مع باقي الدول وحتى مع المجتمع الدولي بصورة عامة. شاهدنا الكثير من الميليشيات غادرت إلى روسيا من أجل الاشتراك في حرب أوكرانيا، هنالك ميليشيات في أفريقيا، هنالك ميليشيات في لبنان وفي سوريا. بهذه الطريقة تسيطر إيران على المجتمع العراقي أو تحاول السيطرة على الشباب العراقي بالتحديد من أجل تجنيدهم وتسخيرهم، وفي نفس الوقت هي تدر أرباح بالمليارات الدولارات على إيران، وتمكنت من ذلك من خلال ميليشياتها اللي موجودة في العراق من دون أن تكون للحكومات قدرة على الوقوف بوجه هذه الميليشيات أو حتى السيطرة على هذه التجارة. نعم، يعني هذه الميليشيات وبشكل عام المتعاونون والذين يولون بالولاء، يدينون بالولاء لإيران، هل تعتقد أن هدفهم يعني مادي محض، أم أنهم متورطون مع إيران ومتفقون معها في هذه الرؤية التي تفضلت بها؟ نعم، هناك تقارير تشير إلى أن إيران لا تدفع رواتب لهذه الميليشيات، وإنما هذه الميليشيات تأخذ رواتب من خلال أرباح تجارة المخدرات وبنسبة 15%. يعني شحنة المخدرات تدخل إلى العراق، يتم نشرها وتوزيعها، ويعود 85% من الأرباح إلى إيران و 15% توزع كرواتب على عناصر الميليشيات. بهذه الطريقة إيران لا تصرف أموال على رواتب الميليشيات من خزينتها، وإنما من تجارة المخدرات التي أساسا هي من أوائل الدول الآن في العالم التي أصبحت تتاجر بهذه السموم وتكسب المليارات، واعتمدتها كطريقة لتخفيف نوعا ما من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عدة سنوات، وأصبحت تجارة المخدرات تدور المليارات على إيران، لدرجة أنه إيران لم تتأثر تقريبا بكل العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها بسبب هذه التجارة وبسبب أذرعها الموجودة بالمنطقة الذين يساهمون في نشر هذه المخدرات في كل دول الشرق الأوسط تقريبا، وهنالك حتى شحنات تم القبض على مهربيها تحاول الوصول إلى أوروبا. في اجتماع البرلمان الأوروبي قبل سنة ذكروا كيف أنه تحاول الآن إيران من خلال ميليشياتها أن تكون
مصدر للمخدرات بدل من أمريكا الجنوبية اللي كانت هي المصدر الأساسي لوصول المخدرات إلى أوروبا. الآن المخدرات أصبحت تأتي من إيران إلى العراق ومنه إلى باقي دول العالم كممر وكسوق في نفس الوقت. لاحظنا أن هناك تركيز على المحافظات الشمالية بإغراقها بهذه المادة. يعني مسرور بارزاني اتهم الميليشيات بتهريب المخدرات إلى كردستان العراق عبر المناطق الرخوة أمنيا. هنا سؤال، ما الغاية من إغراق هذه المناطق المحافظات الشمالية بهذه المادة والتركيز عليها؟ نعم، إيران تستهدف بصراحة كل مجتمع مستقر. قد تكون كردستان مستقر نوعا ما عن محافظات باقي محافظات العراق لما لديها من خصوصية باعتبار أنها استقلت منذ عام 90، وهنالك فيها مؤسسات ووزارات تختلف عن ما موجود في بغداد، وبالتالي هنالك سيطرة على هذه المخدرات أو سيطرة على الوضع الأمني داخلها وحتى على تجارة المخدرات. لكنها تحاول الآن إضعاف أو تفكيك هذا المجتمع باعتبار أنه أصبح هنالك داعمين هذه الميليشيات موجودين الآن في شمال العراق وعلى حدود كردستان وبالتحديد، وأقصد هنا طبعا التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم البكك الإرهابي يساعدهم كثيرا في التهريب، وأيضا يعتمد على موارد هذه المخدرات مع الميليشيات العراقية من أجل تمويل نفسه. بهذه الطريقة أصبحت الآن كردستان واحد من الأهداف باعتبار أنه يجب أن تكون هنالك سوق لترويج المخدرات داخل كردستان، وساعدهم في هذا وجود الميليشيات على حدود كردستان من أجل تهريبها وإدخالها لإضعاف المجتمع الكردي بالدرجة الأساس، وأيضا نشر هذه المواد كتجاريا في كردستان، وأيضا إضعاف المجتمع الكردستاني بالطريقة التي تم بها إضعاف المجتمع الجنوبي أو المجتمع في وسط العراق بنفس الطريقة من أجل تدمير الشباب العراقي سواء كردي أو سني أو شيعي أو من أي مكون آخر. المهم أن لا يبقى عراقي ممكن أن يشكل خطر أو تهديد على إيران وميليشياتها في المنطقة. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.